بدأ الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي بالتعاون مع الكاتبة تسنيم المذكور بتجربة مختلفة تتشكل في تحويل كتب التاريخ والأدب إلى رحلات أدبية يستكشف فيها إلهام أصحابها ومعالم ذكرت في كتب الأدباء المختلفين. جال عدد من الدول والمدن منها القاهرة ليستكشف عوالم الكاتب نجيب محفوظ ويوثق رحلاتها أيضا بمقاطع فيديو على يوتيوب. للتعرف عليه وعلى رحلاته يسعدنا انضمامه معنا في الاستوديو الروائي وأيضا الرحالة الكويتي عبد الوهاب الحمادي. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور استاذ مهير استاذ عمر. يا حياك. سعيد اكون بينكم بصباح العربية. حنا سعد. بسألك في البداية عن انه انت كان عندك كتاب. نعم. اللي هي دروب أندلسية صحيح؟ بالضبط نعم. من هالكتاب كان منطلق لك انك يعني تكرس الكتاب بدل ما يكون على ورق إلى أن تحييه إلى أرض الواقع وتروح للأماكن اللي تناولتها في الكتاب وتصورها وتوثقها بفيديوهات. احكي لنا عن التجربة هذه. والله تجربة يعني للأمانة أعتبرها تجربة من التجارب المهمة في حياتي. اللي هي بعد ما كتبت كتابي الأول دروب أندلسية وكنت أثناء الكتاب وأنا داخل تفاصيل الكتاب ذاكر أن اللي يزور الأندلس والمدن الأندلسية وأثارها الكبيرة يلاحظ قلة المجموعات اللي تي من بلداننا الخليج أو الوطن العربي بشكل عام. لكن قدرت بعد صدور الكتاب أقل من شهرين 3 أشهر أني أحول الكتاب هذا إلى رحلة وصرنا ناخذ جروبات من الكويت وبالتالي من الخليج من دول الخليج المختلفة وأيضا من الدول العربية جاءوا معنا ناس نأخذهم إلى الأندلس قرطبة غرناطة إشبيلية الأسامي اللي بالذاكرة لها مكانة كبيرة شافوها على أرض الواقع. حولنا الكتاب إلى رحلة وتتالت الرحلات وصارت المغرب وإيطاليا وكل الدول لكن يكون العنوان العريض لها إن يكون موضوع ثقافي إيطاليا عصر النهضة وما إلى ذلك. أستاذ عبد الوهاب أنت من وين استوحيت الفكرة علما أنه مثلا دان براون بعد نجاح سلسلته مثلا دافنشي كود وإنجنز أند ديمونز كمان يعني بس هو يعني ممكن شركات السياحة هي حصلت فرصة واستغلت نجاح هذه الكتب وصارت تسوي زي تورز أو رحلات تمشي حسب القصة اللي نجحت. هل هي فكرة مشابهة ولا أنت أضفت لها يمكن جانب ثقافي أكثر؟ بالضبط أستاذ مهيرة يمكن حتى ذكرتيني بالبدايات نوعا ما لأنك لما كان يسألوني تأثر بالفكرة بشيء كنت بالضبط استشهد بدان براون وايضا ايت بري لاف ايضا في رحله بين اندونيسيا وايطاليا وكذا والحين هاري بوتر في لندن فبالضبط من هالفكره الحين احنا حاليا يعني عندي ان شاء الله بعد 5 أيام رحله حولت روايه الروائي الكويتي صديق سعود السنعوسي الاخيره الى رحله داخل الكويت وحتى كان عليها اقبال جميل جدا يعني انها تكون رحله عن روايه كويتيه حتى محليه وان شاء الله حتى مثل ما تفضل استاذ عمر عندنا رحله نجيب محفوظ اللي راح ان شاء الله نتعلم ونشوف المكان اللي ولد فيه نجيب محفوظ الاشياء اللي شافها يعني حتى يسالوني ايش راح نشوف قلت اشرح لهم اقول لهم حتى المشربيه اللي بين القصرين ايوه اذا تذكرون المسلسل المشهور فراح نشوف ان شاء الله وين مكان المشربيه وين زقاق المذاق خصوصا ان الجيل الجديد استاذي ما عاد صار يقرا وصار يلفت انتباهه الفيديوهات وتشده ويستوعب أكثر من خلالها والجميل أيضا الشيء الثاني أنك بديت بكتاب أو رواية لك أنت مو باستلهمت روايات ونسبتها لك أو صورتها ونسبت الجهد لك فبديت انطلقت من روايتك ومن ثم توسع المشروع إلى أن شمل روايات وكتب ثانية. نعم. كيف الأصداء؟ كيف وجدتها من الناس؟ من الشباب من الجيل والله الحالي. أصداء يعني نقدر نتكلم نقطتين يعني الأول اللي قلت لك مثل ما قلت لك لما رحنا إسبانيا ورحنا مجموعة يعني نكون مثلا 40-30 شخص نكون هناك الإسبان هناك اللي هم سواء اللي كانوا إسبان بس لكن مسلمين أو حتى إسبان من هناك أصولهم إسبانية كانوا يتعجبون أن أول يعني أول مرة تقريبا أو نادرا ما يعرفون أو شافوا مجموعة عربية حتى الحين صاروا يعرفونها لما ندخل الجامعة قرطبة المشهور الأعمدة والأقواس يعرفونا على طول أن احنا المجموعة عودين عليهم يروحوا يحضروا مباريات احنا طبعا ننسق مباريات طبعا هم عادة يروحون مباريات لكن احنا ننسق إذا كان في مباراة نوديهم حتى المباريات يعني حجة وحاجة على طيب بس أنا عندي سؤال انطلاقا من نقطة ذكرها عمر جدا مهمة اللي هي موضوع قلة القراءة ونذكر أنه طبعا هذا العام هو عام القراءة أطلقه الشيخ خليفة هل أنت تشوف أنه أسلوبك هذا يشجع القراءة أنه اللي هيطلع على التور هيقرأوا عشان يستمتعوا أكثر ولا تعتقد أنه لا هيصير في إهمال للقراءة بزيادة لأنه
خلاص ليش يقرا يروح بالضبط يطول. يمكن هذا الجزء الثاني حتى من الاجابه اللي هو ان في ناس جو معانا يعني اذكر بنات احنا للجميع رحلاتنا في ناس جو معانا وكانت قراءتهم بسيطه يعني كانت يعني مستهويهم التاريخ وبعضهم حتى جو مرافقين يعني اللي سمعته بعدين لان دائما نلتقي يعني نظل اصدقاء ونلتقي اللي سمعته بعدين انه بداوا يقرون بالتاريخ اللي بدا يقرا ويتعمق بالتاريخ الاندلسي اللي بدا يقرا اكثر عن تاريخ المغرب تاريخ عصر النهضه يعني بالعكس قاعدين حتى بالعكس دائما في تواصل ويبعثون لي شنو في كتب نقراها واذا هم شافوا كتب جيده يرسلون لي ترى لقينا الكتاب الفلاني بالعكس يعني صار تشجيع بالقراءه. طيب بسالك كمان بما انك رحال يعني اكيد انك تعرف عميد الرحاليين اللي هو الشيخ محمد بن ناصر العبودي. اي نعم. هذا له يعني كتب وروايات كثيره على مدن زارها. صحيح. هل في يعني عندك مشروع مثلا انك تتعاون او تلتقي مع الراوي والرحاله محمد العبودي بحيث انك تنقل كتبه ورواياته على ارض الواقع وتصوروها كفيديوهات؟ والله اولا سعيد بالسؤال يعني خاصه عميد الرحاله صراحه عميد الاستاذ كبير يعني اللي هو الشيخ محمد ناصر عبودي قبل فتره بمعرض الكتاب بالكويت التقيت في ناشر كتبه اللي هو الاستاذ محمد المشوح واتفقنا ان نزوره في ديوانه في الرياض ان شاء الله وايضا كون دار النشر يمكن تعرفون الشيخ محمد العبودي عنده تقريبا 125 كتاب صحيح ادب رحلات فاحنا ان شاء الله حتى برحلاتنا راح نتوسع ان شاء الله واي رحله راح تشملها المدن والاماكن اللي كتب عنها الشيخ العبودي في خطه ان نقتني كتبه ونوزعها على المشاركين يكونون يعني على المام اكبر خاصه ان الشيخ كتاباته يعني موسوعيه صحيح. وكتبه تقرا يعني وقت قليل لكن المعلومات اللي فيها كثيره ينقلك وانت تقرا الروايه ينقلك كانك في في صحيح الموقع. يعني يتناول الموضوع صحيح. باكثر من جهه خاصه ان احنا مثل ما تدري يعني احنا نحاول مثل ما تفضلت نحاول ان الناس شوي القراءه عندهم خفت فنحاول برحلاتنا احنا نتمنى ان نكون كمان نحظى بشرف ان نزور الكويت عن طريق هذه الرحله الجميله شكرا جزيلا للروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي ضيف صباح العربيه شكرا لك شكرا لكم شكرا, لكم. شكرا.